اليوم غادي نعيشوا اخطر تجربه في اكثر الاماكن صعوبه على وجه الكره الارضيه. سكيلتونز فورست او غابه الهياكل العظميه. هاد البلاصة غادي نبقاو فيها 24 ساعة باستعمال أساليب البقاء وأدوات بسيطة. واجهتنا مجموعة من المخاطر وبزاف ديال الصعوبات، باش تعرفوهم تابعوا الفيديو. قبل ما نبداو الفيديو، ملاحظه مهمه بزاف واللي هي انني انا والطاقم اللي معايا حاولنا نخلقوا واحد الجو مناسب باش نصوروا هذا الفيديو. يعني كاين بعض الاشياء احنا اللي حطيناها، كاين بعض الحيوانات شديناها وطلقناها في الغابه باش نوفروا ظروف ملائمه باش نقدموا لكم هذا الفيديو في افضل صوره. السلام عليكم. دابا حنايا في الغابه غنحاولوا نبقاو فيها 24 ساعه. كما قلت لكم غنديروا التحدي ديالنا اننا غادي نبقاو فيها وغنعيشوا حياه بدائيه في هذه الغابه. طبيعة الحال جبت معايا شي حوايج ضروريين وبخيموغ ديال غنحتاجوهم باش نبقاو هاد 24 ساعة. أول حاجة واللي هو موس، موس شي حاجة مهمة جبناه معانا. ثاني حاجة جبت كاسرونة، وثالث حاجة جبت معايا شاقور. دابا تقريبا 7 الصباح، أول حاجة غنبداو بها واللي هي غنشعلو العافية باش نفطرو. العافية غنشعلوها غير بالخشب، شفت واحد الطريقة في يوتيوب غنحاول نطبقها يا ربي تصدق لينا. فدابا غنحاول نقلب على الخشب اللي خاصني باش نشعلو العافية. لقينا هاد جوج خشبات، هادي اللي غندوروها، هادي اللي غنحطوها في الارض، غنديرو بحال هكا، غادي يبقاو ندورو باش غتكون لنا واحد الرماد هنايا، هاد الرماد هو اللي غنشعلو به العافية. يلا نحاولو. ها هو الخشب اللي غنقادو به العافية، غنحاولو نقادو واحد شوية. في واحد شوية الشو غنحاولو نحيدوه. هذه مبغاش تقاد لي بالموس، مشيت جبت الشاقور انقاد دوابي. دابا من بعد ما شعلنا العافيه غادي نمشيو غنقلبوا على شي حاجه اللي غنفطروا فيها. فدابا خليكم معنا نقلبوا على الفطور. Thank you.
اخيرا لقينا شي حاجه اللي غنفطروا بها. دابا شنو غنديروا؟ غادي نمشيو غنقلبوا على الماء. كنظن على ان لتحت كاين شي واد كنسمع صوت ديال الماء. غنمشيو غنجيبوا الماء. كاين مشكل واللي هو ان هذا البلاصه كما كتشوفوا شويه خطيره، راه منحدره بزاف. غنحاولوا نهبطوا فيها ونديروا اتونسيون ونقلبوا على الماء لتحت باش نسلقوا البيض ونفطروا به. من بعد ما نفطروا عندنا واحد المهمه صعيبه بزاف ومهمه بزاف، واللي هي خاصنا نصايبوا شي حاجه اللي غنباتوا فيها الليل كامل في هذه الغابه. يعني غنصايبوا شي مسكن اللي غنباتوا فيه الليل كامل بالوراق بالعواد الجرب اي حاجه غتعاوننا باش نقدروا نباتوا فيه الليل كامل. فدابا نمشيو نقلبوا على الماء باش نفطروا. معرفش شنو هذا ولكن كيسكال مسحو مزيان. فيه ميتكال ما فيه ميتكال. اكثر من ساعه وحنا غاديين في هاد الشمس باقي وصلناش للواد. حنا باقيين غاديين وهذا الشيء كيزلق. واو واو شوفوا المنظر مرايا واعر بزاف، السماء واعره والجو ناضي، وهذا الشيء في صالح ديالنا. وعييت بزاف طلعت الغابه، اضطريت انني نعس الكلبه ديالي. كنشكرها بزاف وفرات لي واحد المخده. الهبطه ريسكي والطلعه صعيبه بزاف، يعني في الهبطه كتخاف انك تطيح وفي الطلعه كتعيا بزاف لان الطلعه واقفه بزاف، طلعه قاصحه. انا اللي غندوز. واو واو يا تشرب شكلي الاول. رد البال زياد، رد البال عينيك. ناري باقي طريق قدامنا، غندوز من هنايا. ناري ناري ناري. واو شويه نضيف طريق موراي صعيبه. شطرة شطرة عليك. رد البال عليك زياد سير. واه السكنة. رد البال غير عيني. من بعد التمارين كامله في الاخير ما لقيناش الماء، لقيناه ولكن كان كامل مسخ. لهذا عندنا حل واحد غنطلعوا. ها سمعك عندنا حل واحد واللي هو غنطلعوا حتى عند شي واحد ساكن في هذه البلاصه هذه يعطينا الماء باش نطيبوا البيض. وازي كده انت مول الخطه. انت اللي قلت لي نمشيو للواد نجيبوا الماء. انت ايوا انت خرجت علينا شويه ديال الريسك. فكنا هابطين كنا لهيه هي داخلين لهيه. بحال هاد الشوكة كانوا مشي ليا هنا في الجلية، كانوا مشي ليا هنا في الجلية. يلا حيدتهم دابا. نزيد دقات هنا دقات هنايا دقة هنا دقة هنايا دقات هنايا. يعني التراجي كان صعيب بزاف وفي الأخير خرجنا بدون نتيجة. ما كاينش الماء كاع مرة. مهنا مهنا جيش تحشي. اجي اجي بس مهنا يا اجي هنطيح هنطيح.
الدراري من داز؟ واش جاي من داز؟ لا لا شتاتاش لا انا غنطيح اصحاب انا اكلوي عيان اكلوي فين هي مشات لك مشات شاش اصبح يا بعد الدبانه قال لمسي زياد مال جري يا صاحبي فوالا ابو زياد راك فرحان موجهك فرحان مودنيك ماكلوي ماشي الماكلوي مع المادولي تاعي بجوج حمواله مع المين وين باقي حي باقي حي صافي مزيان وها هي القنيه كطيب في امان الله امور مزيانه العافية اما كيما نخبي عليكم الغدا اللي درنا ما فيه ما يتكال قنيه ما طيبناش مزيان جات عيانه ولكن حنا عجبنا حيت ما عندناش اختيار يعني بز منا خصنا ناكلوها زياد ناعس كلوي اشي اسامه لقيتوني باقي نقلب على شي حاجه اللي غنستعملها باش نقاد ديك البلاصه اللي غنبات فيها ما لقيتش شي حاجه سبيسيال لقيت غير العواد والوراق ديال الشجر فدابا كنحاول نقلب على شي حاجه تكون احسن وتفيدنا بطريقه مزيانه ها هي واو واو باش نقادو هاد البلاصه اللي غنباتو فيها مصيبه كنظن لقيت شي حاجه هنايا ها هي هذه حاب نوصل ليها كنت لق هذه مزيان خليوها هنايا باش ناخذ هذيك راهي نحاول ندور لها من هنا فهم هادو مزيان يلا هاد البلاصة هادي 100% يا كان فيها شي حلوف كيحفر نشوف واش غارقة فوالا يا كان فيها حلوف حفرة يا كانت فيها قنية وحدة من الجوج غالبا الحلوف لأن الحلوف موجود في هاد البلاصة بواحد الشكل كبير بزاف خصوصا الجحز كاع جد الواد
حتى كملت البلاصه اللي غنبات فيها بلا ما نخبي عليكم حتى حاجه بلا ما نكذب عليكم غنمشي غنجيب شي حاجه اللي غنعس عليها حيت ما لقيت حتى حاجه في الغابه باش نبات عليها وامبوسيبل نعس غير على التراب فغنجيب شي حاجه وماشي مشكل ودابا مزيان دابا مزيان كنظن بلي هكا احسن ب 1000 درجه بانني نعست الليل كامل على التراب يعني راه امبوسيبل ما غادي نقد فكنظن هكا احسن انا ريحيش بدا كيظلم الحال دابا تقريبا 9 قل شي حاجه طبيعه الحال بقيت شاك ما عرفتش واش هاد البلاصه امنه ولا لا لهذا خويا وصاحبي حسام وزياد غادي يبقاو معايا في الطوموبيل لهيه قريب ليا واحد شويه هكا غنحس بواحد شويه الامان باللي غادي نبات وانا مرتاح وبغيت نقول لكم الدراري اللي غيبقاو معايا حسام وزياد وحمزه سمحوا لي بزاف غنعذبكم معايا هاد الليله غتباتوا غير في الطوموبيل سمحوا لي بزاف والله سمحوا لي ايا دخلتي عليا ترابك الاول لا 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 بلا مجي او لا 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 صراحة بدا كيجيني الملل بدا كيجيني البرد الدراري طلعوا للطوموبيل انا باقي في الغابة السلام عليكم رجعت لكم دابا تقريبا 9 قل شي حاجه واحد الخبر سيء واللي هو ان حمزه وحسام وزياد مشاو ما غاديش يباتوا في الطوموبيل حدايا كانوا وعدوني على انهم غادي يباتوا في الطوموبيل قريب ليا ولكن كاين زحام في الطوموبيل اون بلوس معاهم الكلاب يعني امبوسيبل يباتوا الليل كامل في الطوموبيل يعني الليل في هذه الغابه غادي يكون طويل وغادي يكون صعيب بزاف وكنظن على ان هذه الغابه امنه حيت من الصباح وانا فيها وما بان ليا حتى واحد ولكن اون سي جامي قد تقع اي حاجه في الليل كل شيء ممكن يعني محال يجيني الناس الليل كامل غادي نبقى وغادي يبقى دماغي مشغول الليل كامل انا اللي عارف راسي المهم غادي نحاول الناس يا ربي يجيني الناس كاين واحد شويه البرد تهلاو كنسمع صوت كلاب من قبيله ما عرفتش شحال الساعه دابا ولكن فيقونا نبيح ديال الكلاب يا ربي يكونوا بعاد من الناس هاد الدار اللي صايبت عيانه كاع الربيع كاع الربيع اللي قادي طاح عليا خصني ندفعوا واحد شويه عليا كامل ولا فوقي كاع صباح الخير عليكم ما عرفتش شحال الساعه دابا ولكن غالبا غتكون شي 5 ولا 5:30 كما كتشوفوا باقا ما طلعش الشمس الجو شويه مغيم ما نعش مزيان كاع بمره الليل كامل اخيب نعسه في التاريخ الارض قاصحه والكلاب برزطوني بالليل خلعوني ما خلالوش الناس كنسمع صوت النبيح ما عرفتش الصوت مين جاي قال لي حمزه بانه مع ديك 6:30 ولا 7 قال شي حاجه غادي تجي عندي فدابا غنتسناه الفوق في الاخر ديال الغابه وواحد الحاجه واعره وقعت بالليل واللي هي صبات واحد شويه الشتا وما عنديش الزر هاد الميكا هي اللي عتقاتني هي نفعتني واحد شويه كرفيس ديال بصح